التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي أثناء تجوالهما في ردهات معرض آيدكس ظهر اليوم. وقد تجاذب سموهما أطراف الحديث حول فعاليات اليوم الثاني من معرض الدفاع الوطني والإقبال الملحوظ من الزوار من داخل الدولة وخارجها خاصة الجهات والمؤسسات العسكرية الوطنية ومن دول مجلس التعاون ومختلف الدول العربية والأجنبية. وأشاد سموهما بكثافة الزوار والريادة والزيادة الملحوظة في حجم المشاركة الوطنية والعربية والأجنبية في معرضي آيدكس ونافدكس، وأعربا عن ارتياحهما للتطور الذي يشهده المعرضان دورة بعد دورة، حيث بلغت نسبة الزيادة في الدورة الحالية نحو 15%.